عمرو ابو اليزيد، حضرتك عضو لجنه الاسكان، وتقريبا 90% من المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها ديت مرتبطه باللجنه بتاعتكم. فكلمني كمان ايه اللي هتقوموا بيه خلال الفتره اللي جايه، تواصل الحق بالفعل يعني ما بينكم ما بين التنفيذيين. مش عايز اقول ان هو يعني ما فيش تواصل خالص، ولكن هو لساتنا بقى لي بنسبه 30 40%، ولكن لم يؤتي ثماره، ده اللي احنا شايفينه. اولا احنا لجنه الاسكان احنا عملنا هنعمل اجتماع ان شاء الله مع وزير الاسكان والتخطيط، اللي احنا لازم نزود الميزانيه بتاعه المرافق العامه، لان المرافق العامه هي السبب الرئيسي لانتشار الامراض زي الفشل الكلوي وفيروس سي والفشل الكبدي والكانسر. يمكن احنا بنصرف مليارات الدولارات على العلاج على هذه الامراض، وسايبين السبب الرئيسي اللي بيخلي عدد كبير من المرضى بيتزايد يوم بعد يوم. فاحنا عايزين نقفل الحنفيه ديت. هنقفلها ازاي؟ هنقفل اللي احنا نزود الميزانيه بتاعه المرافق العامه. احنا عندنا دايره بولاق الدكرور بقى لها 50 سنه ما غيرناش مواسير الصرف الصحي والميه. دلوقتي احنا عندنا مناطق في بولاق الدكرور في منطقه زينين وشارع ناهيه ومدينه عامر والطابق، كل ده اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. عندنا مناطق زي صفه اللبن وكفر ترمس وابو اتاتا انقطاع المياه ما بيجيش غير ساعتين في اليوم. عندنا حوض الزواد برضو نفس الكلام ما بيجيش غير ساعتين في اليوم. مناطق كثيره يا بيجي لك ميه مسممه يا ما بيجيلكش ميه خالص. فان اصبح ان احنا بندفع فواتير تمن السم اللي احنا بنشربه. فاحنا بنناقش، احنا لسه ما جيناش على فواتير المياه. فواتير المياه عندنا بتتحاسب، المواطن بيتحاسب بالعدد الشقق، لا بشكل عشوائي ما فيش عداد، يقول لك عدد الشقق 1 2 3 4 يبقى الفاتوره كذا. فاحنا في شكل ظالم على حساب الفواتير المياه، شكل ظالم على احتساب فواتير الكهرباء. يمكن عدد كبير من بقرائين العدادات ما بيجوش للشقق وبيعملوا قراءة جزافية على الناس، وفي الآخر بينعكس عليه اللي هو بيرتفع للشريحة الثانية. احنا دايرة بولاد دكرور الناس عندنا غلابة، متوسط الدخل لا يتعدى 1200 جنيه، لما يجي يدفع له كهرباء 200 جنيه ويدفع له مية 400 جنيه يبقى هيفضل له كام؟ لما يدفع له إيجار 600 جنيه يبقى هيعيش منين؟ لما تقول لي دلوقتي حتى المية اللي احنا بنشربها، السم اللي احنا بنشربه اللي بيؤدي إلى الأمراض، الدولة برضه ما بتقدرش تعالجه.